لما كانت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية من تنفيذ عملية نوعية متمثلة في الإطاحة بشبكة إجرامية وتفكيك عناصرها المختصة في تبييض عائدات إجرامية من خلال التهريب الدولي للمواد المحظورة ألعاب نارية. العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا مكنت المصلحة المحققة من توقيف 13 شخصا بعضهم مسبوقين قضائيا، كما أن التحريات في القضية بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش أفضت إلى حجز ما يلي كمية هائلة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام تقدر ب 19 مليون وحدة، أي ما يفوق قيمتها بالعملة الوطنية 16 مليار سنتيم. تم ضبطها على مستوى إقليم ولاية الجزائر وولايات أخرى. مبلغ مالي ما يقارب بحوالي 1,300,000,000 سنتيم من العائدات الإجرامية، 3 كيلوغرامات من المعدن الأصفر، سيارتين نفعيتين، دراجة نارية من الحجم الكبير، في حين تم العثور أثناء التفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي على دفاتر عقارية لعدة شقق جاهزة متواجدة على مستوى أحياء راقية، وعقود موثقة لثلاث سفن تعود ملكيتها للمشتبه فيه الرئيسي.